السلام عليكم خوتي خواتاتي، كديري؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه؟ كلشي بخير نتمنى ان شاء الله. هذا الفيديو لقاكم بصحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله اليوم غنتقاسم معكم واحد البيتزا. هاد البيتزا كتجي لاباط ديالها، العجينه ديالها كتجي زوينه. زعما انا كنت شاركت معكم بيتزا في جوج الاشكال، واحده بالبيتا واحده بالسميده، بعجينه ديال الطحين السميده يعني. فهذه واحدة أخرى، هذه المعتمدة عندي. هاد البيتزا كتجي زوينة. نتوما غتشوفوا معايا المقادير، غادي نكتبها لكم في فوق ديال الفيديو، وغادي نشرح تاني كيفاش يعني. الناس كاينين الناس ما غاديش يقراوها بالفرنسي ولا لونجلي، المهم انا غادي نشرحها بالعربية. عندي هنايا العجينة، تقريبا واحد الكيلو ديال الطحين، وانتم ليكم الاختيار اللي بغيتو ديرو يعني، نص كيلو كيلو اللي بغيتو. عندي هنايا عندي الملحة، الملحة انا درتها في الجنب. وعندي هنا السكر يعني معلقة معلقة بحال هكا. عندي الخميرة غنديرها حتى هي، هاد الخميرة الفورية زوينة، هي واحد المعلقة ونص ديال الخميرة. عندي هنايا شوية ديال الإبزار، ندير كندير فيها شوية ديال الإبزار، وكندير فيها الزعتر. غادي نحك الزعتر في العجينة هادي، في هاد العجينة كتجي واحد المذاق زوين. وعندي هنا واحد شوية شي جوج معالق ديال الكريم فريش، ولا شي بحال هكا نص كاس، ولا ما كانش زعما ماشي مشكل يعني، ماشي كإضافة يعني. أنا كنديرها، أنا كان عندي موجود، ما كانش عندي ما كنديروش. حتى بالنسبة لا بغينا نديرو واحد شوية ديال الزبدة نديروه، ما درتهاش. إلا ما درتوش كريم فريش، ديرو معلقة الزبدة ولا زيت العود. المهم هنا غادي نخلط العجين ديالي. فالعجينة ديالي غتكون شوية مرخوفة، ما تكونش بزاف يعني، تكون شوية، ما تكونش ثقيلة يعني قاسحة. غادي نجمع العجين ديالي، المهم بلا ما كان الكوعير كنجمعوا العجينة ديالنا. غادي نلويها شوية، المهم كنجمع العجينة ديالي. وغادي ان شاء الله نخليها تختمر، غادي نخليها تخمر تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق يعني، ماشي بزاف. غنغطيها بواحد المنديل، حطيتها هنا في سطح العمل. وغادي نوجد داكشي اللي غادي ندير، الفلفله، مطيشه، لاصوص ديال المطيشه ديال البيتزا، لان انا كنت شاركته معاكم كنديروه في البيت. ولا ما كانش ممكن يعني. وغادي نوجد حتى بيستو، لان انا كنصايبو في البيت فما تواجدش عندي صراحه. انا داك اللي كنت تاني شاركته معاكم لان صايبته، والحاجه اللي كتكون مصايبه في الدار يعني احسن حاجه صراحه. غادي ناخد واحد شويه ديال الزيت، وغادي نقطع هاد العجين ديالي بعد ما خمر. غادي نقطعو واحد الكويرات على حسب نتوما اش بغيتو. بغيتو ديروها كبيره ديروا كبيره، بغيتو ديروها صغيرات، بغيتو تصغروا الحجم كتر اقل يعني يكون حجم صغير. هنا عندي الفلفل على بالالوان يعني، عندي مطيشه، بيستو، ثوم، الزيتون مقطع الكحل والبيض، والفلفلة حمراء، سمحي لي البصلة حمراء، شوية زعتر، شوية سودانية، مطيشة. المهم ليكم الاختيار، باش ما بغيتو تعمروا البيتزا ديالكم ديروها ماشي مشكل، نتوما ليكم دائما الاختيار. وغادي نشارك معكم واحد البيتزا كتجي حتى هي مسدوده بحال الشكل هذه، تقدروا تعطيوها لوليداتكم، للمدرسه، المهم اي واحد، الخدمه للرجال ديالكم. نتوما الا كنتو خدامات زعما تقدروا ديروا هاد البيتزا، راه هي كتجي هكا زوينه.
لان بعض المرات كنتشهاو بيتزا مثلا ديوها معانا، فكنقولوا غادي تاكل الخضره غطيح غادي تفعل غترك، اللهم نقدروا نديرو هذه مسدوده كتجي حتى هي زوينه. كنسرح بالزيت بحال هكا غير بيديا بلا دلاك بلا حتى شي حاجه، وغادي ندير اللاطه ندير فيها ورق الزبده، وغادي نحط غادي نقرص وغادي نحط، غندير تقريبا واحد ثلاثة. وانتم لو بغيتو ديرو كبيرة كبيرة صغيرة صغار من هذا الحجم ليكم دائما الاختيار كما تنقول. هنا درت جوج ديال البيستو ودرت وحدة ديال صوص مطيشة، وغادي نشكلها بهاد الخضر اللي كاينة عندي. المهم كنزوق داك الشكل اللي عجبني ولا اللي عندي. هاد الفليفلات من النوع الفلفلة صغيرة كتجي زوينة حتى هي، يعني ماشي بحال الفلفلة كبيرة. المهم اي حاجة تكون ماشي مشكل. زوق بعد ما وزعت هادوك الخضر على فوق البيتزا غادي نكون عندي الفرماج موزاريلا، ان شاء الله غادي نحط في هذه البيتزا. راه كتبغي الفرماج الصراحه، هي الحلاوه ديالها هي تكون فيها الفرماج بزاف، وغادي ان شاء الله يقدر الواحد يديرها ويقدمها كيف يقدمها في الفطور مثلا في رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله لينا وليكم جميعا، الصحه والهنا اللي كيتمنى كل واحد في الخاطر ديالو. هنايا غادي ناخد هاد الطريقه من بعد ما دخلت البيتزا للفران، غادي ندير هاد الشكل اللي قلت لكم ديال البيتزا المسدوده. بغيتو ديروها كبيره حتى هي ديروها، بغيتو تصغروا الحجم قل من هاد الحجم اللي درت انا، وديروا الطون اللي بغيتو نتوما. الا عندكم الكروبيت هو ديروا اي حاجه تعمروا بها البيتزا. مهم قبل ما تسدوها دير واحد شويه ديال الماء في يديكم، دوزو بيه داك الجوانب وعاد سدو. والمهم عاود ديرو شكلو بهاد الشكل ديال الفرشيط باش كيجي واحد المنظر جميل. ف كانت عندي واحد الآلة ولكن ما عرفتش ما وجدتهاش باش نديرها لان جات هاد البيتزا هكا. المهم هاد البيتزا ديالنا بعد ما دخلت الفران وتحمرات، شوفوا كيفاش جات رائعة. غادي نقدموها ان شاء الله، المهم نقدموها نديروها للعشاء ولا للغدا ولا اي حاجة. المهم نقدروا نوجدوها، راه كتوجد بسرعة يعني وسهلة، ماشي صعيبة يعني. حتى في التحضير وفي القوام تا هو راه ماشي شي حاجة كتيرة، داكشي كيكون موجود عندنا في البيت. وبالصحة والعافية، والناس اللي دخلوا عندي جداد يتابعوا ويضربوا الجرس باش ديما يطلع عليهم الجديد. وكنتمنى انكم ان شاء الله ما تبخلوش علينا بلي لايك وشاركوا هاد القناة مع الاهل ديالكم والاحباب والاصدقاء ديالكم. والله سهل على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالصحة والعافية. ونتمنى ان شاء الله تجربوها. وشكرا، كنسيت نقول البنات اللي كيكتبوا لي في كومونتير ولا لاي واحد كيكتب، شكرا ليه بزاف. حتى اللي ما قلت لكم دائما اللي ما دخلت تفرج وما كتبش، الله يرحم والديه، ماشي مشكل. وشكرا ومرحبا.